طيب إذا هذا أحوال الناس أربعة، حال المصيبة الابتلاء. الرأى الثالث قال إذا أذنب استغفر، ليس الإشكال في أن الإنسان يذنب، لكن الإشكال كل الإشكال بأن الإنسان يذنب ولا يستغفر، فلا توجه اللوم إلى إنسان كان على ذنب تابع منه. هذا الأخ قال أنا أعرف فلان قبل 10 سنين كان يصنع كذا ويصنع كذا ويصنع كذا، قلنا اسمع تستطيع أن توجه له اللوم إذا لم يتب، أما تاب خلاص انتهى، صح؟ أي نعم، مفهوم؟ وإذا أذنب استغفر، لأن الشيطان يريد قنطنا من رحمة الله. تمام، فإن هذه الثلاث عنوان سعادة. طيب، ثم ذكر المؤلف رحمه الله القسم الثاني، ذكر فيه أهمية دراسة التوحيد وخطر الشرك، وقال إن الله حذرنا من الشرك بقوله سبحانه وتعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به، هذا إذا مات عليه، لكن إذا تاب في وقت تقبل فيه التوبة وتغلق التوبة إما بطلوع الشمس مغربها أو الغرغرة حضور الوفاة، إذا تاب من الشرك الأكبر والأصغر تاب الله عليه، لكن الإشكال كل الإشكال في من يموت على الشرك الأكبر فهو خالد مخلد خلود أبدي في النار، صلى الله عليه وسلم. طيب، وقال أن الشرك إذا دخل في العبادة أفسدها. أنت الآن تصلي وتحس في الصلاة أنه لا يخرج منك ريح، صح؟ صح ولا؟ أي نعم. لماذا؟ لأنه خرج ريح بطلت الصلاة، فما بالك بماذا؟ بالشرك، لأن الشرك إذا دخل أفسد العبادات كلها، نسأل العافية والسلام. تمام، وقال أن الشيطان يضع الشباك، يضع إيش؟ صياد الآن يصيد السمك يضع سنارة ولا يضع شباك حتى يصطاد الأسماك، والشيطان يضع لك الشباك حتى يصطادك بماذا؟ بالشرك، نسأل العافية والسلام. قال وذلك بمعرفة 4 قواعد ذكرها الله سبحانه وتعالى في كتابه. احنا قلنا القواعد 4 هي ايش؟ شبهات ورد عليها، صح؟ تمام. القاعدة الأولى أو الشبهة الأولى، بعض الناس تقول يا أخي اتق الله، كيف تعبد غير الله وتلتجئ لغير الله؟ قال نحن نقول أن الله هو الخالق والرازق والمحيي والمميت والمدبر، نقول هذا توحيد الربوبية، وهذا التوحيد أقر به الكفار الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم ولم يدخلهم هذا في الإسلام. لو عبادة واحدة صرفت لغير الله أنت وافقت الكفار الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم، مفهوم؟ لأن بعض الناس يقول ما في إشكال في الدعاء في الطواف كذا، لو مرة واحدة سجد لغير الله هذا شرك أكبر، وافق الكفار. يا أخوان الكفار الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم كان عندهم شيء من العبادات لله، صح أو لا؟ قاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم حتى تكون العبادة كلها لله، مفهوم؟ أي نعم. طيب، هذا إذن إيش؟ القاعدة الأولى أو الشبهة الأولى، أن تعلم أن الكفار الذين قاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم أقروا بتوحيد الربوبية وأقروا بشيء من توحيد الألوهية، لكن كان عندهم خلل أين؟ في العبادة، حتى تكون العبادة كل العبادات لابد أن تكون لمن؟ لله. تمام. القاعدة الثانية أو الشبهة الثانية ما هي؟ يقول ما دعوناهم ولا توجه إلا لطلب القربة والشفاعة، يقول أنا مذنب ومسكين وضعيف وأريد منهم القربة والشفاعة، نقول هذا الكلام هو كلام الكفار وبهذا كفرهم الله وقاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم، طلب القربة والشفاعة شرك، لأنه فيما لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى، مفهوم؟ تمام. وقلنا يكون الطلب من حي وحاضر وقادر وتعتقد أنه سبب. القاعدة الثالثة، بعض الناس يقول أن الشرك محصور فقط في عبادة الأصنام، أما عبادة الصالحين، عبادة الملائكة عليهم السلام، عبادة الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، هذا ليس بالشرك. نقول من قال هذا؟
الله سبحانه وتعالى لم يفرق بين الشرك والشرك، وقال واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا شيئا يعم كل ما يشرك به من دون الله، نبي أو ولي أو جني أو صالح أو ملك أو حجر أو شجر أو شمس أو قمر. وعندنا أدلة في أن الله سبحانه وتعالى كفر من يعبد الملائكة عليهم السلام، من يعبد الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، من يعبد الصالحين، من يعبد الأحجار الأشجار الشمس والقمر، صح؟ هي نعم شبه فقط قلنا. طيب القاعدة الرابعة والأخيرة، نقول لهؤلاء اتقوا الله. إذا كان الكفار الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم كان لديهم شرك في السراء وإخلاص في الضراء وكفرهم الله وقاتلهم النبي عليه الصلاة والسلام، صحيح؟ وأهل الشرك في زمانه نسأل الله عافية السلام شركهم في السراء وفي الضراء فهم كفار من باب أولى. قلنا لسنا ممن إيش يكفر، لكن هذا كفر نبين لهم الأحكام ونخاف عليهم، صح؟ أي نعم. فيا أخوانا هذه قواعد أربع مهمة جدا، أراد المؤلف بهذه القواعد الأربع أن ترد على بعض الشبه التي يأتي بها أهل الشرك في زمان، وتتعلم ألا تتعرض للشبه وتتركها وانتهى الموضوع. مفهوم؟ كنا في دورة في دولة أوروبية، والمهم جاءني رجل وقال عندنا شاب 17 سنة فرنسي، وقال هذا يريد يسلم لكن عنده بعض الشروط، فإيش رأيك تعطينا وقت نتناقش معاه نتكلم معاه؟ أنا والله عندي دورة، عندي درس مرتبط يعني بالمسائل، فقلت خلاص إن شاء الله بعد العشاء، بعد درس العشاء في عندنا غرفة خلف المحراب نجلس فيها ونتكلم. فجاء هذا الشاب الفرنسي والمترجم وأنا، جلسنا احنا الثلاثة وبدأنا في الكلام، تكلمت معه مع المترجم طبعا، قلت له أنت تعرف أن الإسلام حق؟ قال أعرف. لماذا لا تسلم؟ قال عندي شبه. قلت تمام، يكفي في الرد على الشبه أنها شبه وانتهى الموضوع، قفل إيش الملف. من اعترض علي؟ المترجم. قال نسمع منه يا شيخ. قلت السلام عليكم، خليك انت معه وانا رايح، هذا مو عملك مو شغلك، انت شغلك هنا ايش مترجم، اما تبغى تفتح مواضيع ونقاش هذا تدخل فيما لا يعنيك، صح؟ انا امشي. فهذا الرجل الان يشوف انا وعلى المترجم نتخاصم مشكله، فقال خلاص يا شيخ معلش ما اتكلم. فرجعت لهذا الشاب وقلت له ايش يمنعك من دخول الإسلام؟ قال بعض الشبهات. قلت شبهات اتركها وأسلم. قال طيب أعطيني فرصة أفكر. قلت لا متى؟ قال إلى غدا نفس هذا الوقت أنا أجيك إن شاء الله. لا ما قال إن شاء الله، قال نفس هذا الوقت آتي. قلت طيب تضمن لي 100% تأتي غدا؟ قال ما أضمن. قلت ممكن تموت؟ قال نعم. قلت إذن اسلم الآن، قل أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً عبد ورسول. نطق الشهادة. هذا مترجم أخرج الجوال يريد يسجل إيش شهادة هذا، وأنا أمسك فيه. قلت لو تناقشنا الآن ما انتهينا، صح؟ يا أخواننا أترك الشبهات. هذا الشباب عندنا يقول طيب كيف نناقش الروافض، عندنا روافض وعندنا كذا وعندنا كذا وعندنا كذا. النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ رضي الله عنه عندما بعثوا لليمن، قال إنك تأتي قوما من أهل الكتاب عندهم كتب عندهم حجج وعندهم علم، قال ناظرهم ناقشهم بين ما هم عليه من أخطاء. إيش قال؟ ليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله. مفهوم؟ أحسن طريقة وأسهل طريقة طريقة توحيد. في الرياض فيه مركزين للدعوة، هنا مركز هنا مركز. المركز هنا جابوا 50 مرأة فلبينية، وهنا 50 مرأة فلبينية، كم؟ 50-50 تمام. هنا
لا يتكلم ولا كلمة عن النصارى، فقط توحيد. وهنا مناقشات، مفهوم؟ بعد تقريبا يعني 4 جلسات وأكثر، أسلم من 50، هنا كم؟ 40. 40 يعني كم في المئة؟ إنا لله 80%. وهنا أسلمت مرأة واحدة. هنا هذا الداعي اللي هنا يقول أسلم 40 و10 في الطريق بإذن الله، بإذن الله يسلم. وهذا اللي هنا الداعي يقول هذه التي أسلمت أتعبتني، كل يوم تأتيني بمناقشات وأرد عليه، يقول الله المستعان. فهمت؟ اغلق باب الشبهات كذا، جاءت شبهة ارجع للعلماء، لا تفتح أخواننا باب الشبهة، مفهوم؟ ماذا أخذنا؟ يلا. نعم، أسباب السعادة، عنوان السعادة. شاكر، وإحنا ما عندنا نعم، يقول عند النعم. النعم يا إخواننا لا تعد ولا تحصى، كل وقت نعم. الله سبحانه وتعالى امتن على بني إسرائيل، قال وجعلكم ملوكا. كل واحد من بني إسرائيل ملك. كيف لا؟ الآية ايش تقول؟ قل الله وجعلكم، كل واحد من بني إسرائيل ملك. كيف قالوا؟ قالوا كل واحد من بني إسرائيل عنده دار وزوجة وخادم، صح؟ طب انت عندك؟ قال عندي اكثر، يكفي الجوال هذا عندي يخدمني اكثر من خادم، وعندنا انترنت، وعندنا وسائل تطور ومواصلات وقطارات وكذا، ما كانت عند بني إسرائيل أصلا. أنا أكثر يعني عن 10 ملوك من بني إسرائيل، صح ولا؟ والله يا إخواننا نحن في نعم لا تعد ولا تحصى. إذا أعطي شكر، وإذا ابتلي صبر، أو رضي أو شكر، لا تسخر، وإذا أذنب استغفر. تراجع لنا بعد العشاء إن شاء الله تعالى، نكمل. انتهينا تقريبا من القواعد 4، نراجعها إن شاء الله بعد صلاة العشاء. أسأل الله سبحانه وتعالى لنا لكم التوفيق والسداد، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خيراً.